السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم واحد العصير تي منعش زوين، تصلح لهذا الوقت. تنحتاجو 3 ديال هذا حبات ديال البرتقال، وعندنا حبة ديال البنان، وهنا عندنا 3، لا عندنا 11 ديال التمر. وهنا عندنا العسل باش نحليو العصير ديالنا. على بركة الله نبداو. تقطع البرتقال البرتقال ورجع معكم. تنقطعو دوائر ترونش هكا. وهاد الليمونات تيكونو باردين، بعدا تيكونو في التلاجة، حنا العصير ديالنا بغينا يكون بارد. صافي حنا قطعناه هذا العصير ديالو. نقطع نحيد النوى من التمر. تناخدو الكاس ديال الخلاط، صافي تنديرو الليمون، إلا كان شي عظام ولا شي حاجة تنحيدوه. دابا تنوضعو التمر بعد ما حيدنا ليه العظام اللي فيه، نخلطوه. قلنا هنا 11 ديال التمرات. الا كان داك التمر اللي رطب بزاف مزيان احسن، هذا شي شويه. دابا نديرو بنان. نقشر البنان ونضعه فيه. العصير تيجي زوين وصحي مفيد، خصوصا مع فهاد رمضان الفطور تيجي زوين. غادي تنطحن عاد ندير العسل. نرجع معكم. دابا بعد ما طحنتو غادي نضيف العسل، غنضيف واحد 3 معلقات هكا. اللي بغى يضيف حبيبات السكر يعني سنيده يديروها. انا عندي متوفر العسل درتو. انا درت 3، كل واحد حسب الذوق ديالو. كاين اللي يبغي الحلاوه يزيد الحلاوه. انا درت بركه.
بعد ما طحنت العصير ديالي ها هو دابا خصنا نصفيه. هاداك القشيرات ديال التمر وداكشي يتحيد، الا كان شي حاجه ديال الليمون. نصفيو ورجعوا معكم العصير كتيجي ديالي تيجي خاطر مع داك البنان داكشي تيخطرو. دابا قري نديرو في القاعه ديالي. بسم الله كملو ورجعو معكم. العصير ديالي كتيجي تيجي رائع وثقيل، نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليقات واش عجبكم. الى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.